ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج ليلة مولاتي ورفقة الدكتور عزيز سلامي طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد. أهلا بك دكتور، مرحبا بك. شكرا سيدة سناء، شكرا على الاستضافة. الله يبارك فيك. غادي نكملوا موضوعنا حول تتبع الحمل بعد ما تكلمنا على كيفاش يعني السيدة قبل ما تفكر أنه تحمل شنو الاحتياطات اللي خصها تاخذ. تكلمنا على يعني تتبع الحمل وعلى الحمل يعني في بداية الأشهر الأولى ديالو من الشهر الأول حتى الشهر الثالث، يعني شنو هما الفحوصات التحاليل اللي خصها تقوم بها واللي ضروريه الحمايه السلامه ديالها والسلامه ديال الجنين اللي في يعني في البطن ديالها. فغادي نكملوا حول تتبع المراه الحامل ما بين يعني شنو نبغوا نعرفوا دكتور شنو هما الفحوصات او التحاليل اللازمه بالنسبه للمراه الحامل من 3 شهور ل 6 شهور. يعني مع ديك 3 شهور كنعرفوا ديك 3 شهور مهمه جدا لان تيكون فيها تثبيت الحمل. يعني كان بسم الله الرحمن الرحيم، كما سبق تطرقنا الاسبوع الماضي للفحوصات اللي كتجرى في بدايه الحمل، اغلبيتها كنعملوها في بدايه الحمل، وكتبقى بعض الفحوصات اللي كتبقاو نطلبوها في المراقبه ديال الحمل. منها ملي قلنا داك لا توكسوبلازموز، يعني ملي كتكون المراه ما عندهاش مناعه كنبقاو نراقبوا داك التحليله كل شهر او كل شهرين حتى الولاده، كذلك لا غيبيول الحميره. كاين تحاليل اخرى كيمكن لها تجرى في الشهر الثالث، منها واحد التحليله كدار لتعرف واش الجنين يقدر يكون عنده مشكل في الصبغيات ديالو، سميتو المونغوليان اللي كيكون عنده تريزومي 21، وكاين كذلك تريزومي 18 وتريزومي 13 في الشهر الثالث مع الفحوصات. هادو كاين واحد الفحص الان كيتجرى في الدم كيقدر يعطينا نسبة ديال 99% واش كاين الاحتمال هذا الاحتمال او لا، اللي كناكدوا ذاك الساعات باخذ عينه من 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 السائل الامنيوي ديال السائل ديال اللي كيقولوا ما السقيه في من الرحيم، والتحليه ديالو كتاكد الصبغيات واش كاين هذه الاصابه ولا لا. فالتحليه كتقدر دار في الشهر الثالث وكتعطينا كما قلنا واش 99% واش كاين هذا الاحتمال هذا. كذلك كاين تحاليل كتجرى من بعد في المراقبة ديال الحمل، بحال مثلا في الشهر السادس كنقدروا نجريو تحاليل من غير اللي جرينا في الاول ديال السكر اداء السكري ديال واش كاين لا غليسيمي السكر في الدم واش عادي ولا لا بدون الاكل. في الشهر السادس كنديروا واحد التحليله خاصه كتناول المراه واحد الكميه ديال الجلوكوز ديال السكر اللي من بعد كتجرى التحليل الاولى بدون افطار، ومن بعد كتناول الجرعه ديال السكر ساعه او ساعتين من بعد كتعاود تجرى لها تحليله ديال السكر وكنشوفوا واش عندها احتمال ديال السكري ديال الحمل او لا. هذه كتجرى في الشهر السادس، وكاين فحوصات اخرى كتقدر تتم على حسب المراه واش عندها الفصيل الدموي سلبي بالنسبه للغيزوس اذا كان سبق لها كان عندها ولاده قبل، او جرات عندها نزيف او خدينا من عندها الماء السقيه، فكدار واحد الحقنه احتياطيه ديال لي زونتيكور ضد الريجوس باش يعطيوها الوقايه الى وقع. هادو كلهم فحوصات وتحاليل كل شهر يبقى مثلا وقع نزيف في الشهر الخامس او خدينا مثلا في الشهر الرابع الماء السقيه، فاحتياط عند المراه اللي عندها كيكون غيزوس نيجاتيف مازال ما عرفناش الجنين واش غادي يكون غيزوس سلبي ولا ايجابي، فاذا كان غادي يكون غيزوس ايجابي كيقدر يدير مشكل في ذاك الحمل وفي الحمل الموالي، فاحتياط كيدار واحد الحقنه ديال لي زونتيكور ضد الغيزوس. كذلك كاين تحاليل على حسب تطور ديال الحاله ديال المراه في الحمل ديالها، اذا كان عندها مضاعفات كنجريو تحاليل على حسب داك المضاعفات اللي كتعاني مثلا المضاعفات ديال ارتفاع ضغط الدم، اللي كتكون المراه عندها مثلا وقع لها انتفاخ في رجليها بدا كيطلع لها ضغط الدم، كنكشفوا على واش ما وقعش اصابه في الكلي واش ما وقعش مشكل في تجمد الدم ما اثرش على اعضاء اخرى، واش في البول كنبحثوا على البروتين في البول واش عاده ما كيكونش، الا ولا كانوا كيقولوا المرض الملحه وراه الناس كانوا يسووا تحيه الملحه، ولكن يا كيفهموا الناس كيقولوا دار تحيه الملحه وهي ماشي تحيه الملحه، حيت الناس كتربط الملحه مع التونسيون، غير هو ديك التحيه هي ديال البروتين ماشي الملحه، كدار في البول الا كانت مرتفعه ولا كان لاسيد اوريك حتى هو مرتفع
ضغط الدم مرتفع وانتفاخ في الرجل كيكون هذاك تسمم الحمل اللي كتسمى توكسيمي جرافيديك. نطرقوا له بالتفصيل ان شاء الله. واخا دكتور اكيد على انه ماشي كل السيدات كيعرفوا واحد الحمل اللي هو سليم وطبيعي من الشهر الاول حتى الشهر التاسع. كاين بعض السيدات اللي كيعانيوا مضاعفات وصعوبات اللي هي كبيره، اهمهم هو داك الحمل اللي تيكون خارج الرحم. نبغيو يعني الحمل اللي تيكون خارج الرحم فين يعني تيكون مثلا كنسمعوا في المبيض الحمل اللي خارج الرحم كيخص التشخيص ديالو من البدايه ديال الحمل. يعني دابا حنا وصلنا للمرحله ديال الشهر الثالث وما فوق، غنكون هاد الحاله هادي ديال الحمل خارج الرحم شخصناها قبل من البدايه يعني ديال تعرف من في اول زياره المراه مثلا عندها مثلا تاخر ديال الحيض ديالها باسبوعين او ثلاث اسابيع وجات ودرنا الكشف بالصدى وصبنا بان الرحم فارغ ما فيهش الكيس ديال الحمل وصبنا الكيس ديال الحمل مثلا في انبوب الفالوب او في المبيض. فهذيك الحالات اذا كان بقى عندها نزيف كنديروا استئصال ديال داك الحمل بعمليه جراحيه بالمنظار الباطني كيشكل خطوره. لانه كيشكل خطوره لما قلناش باستئصال داك الحمل ازاله داك الحمل كيقدر يوقع سميتو داك الانبوب ديال الفالوب يقدر يتمزق ويوقع نزيف داخلي وتولي عمليه مستعجله جدا وكتقدر لما تعفتش المراه بسرعه كيقدر داك النزيف يؤدي للمضاعفات على الصحه ديالها. فهذه الى وقع النزيف، ما وقعش النزيف في هذه الحالات كيكون كشف ديالها مبكر ديال هذا الحمل خارج الرحم كنقدروا نستعملوا واحد الحقنه اللي كتتراجع كيجعل داك الحمل يتراجع بدون عمليه جراحيه. هذا ممكن، ولكن في الحالات اللي كيكون ما وقعش فيها مضاعفات ما مطوراش اذا كان فحص مبكر اذا كان كشف مبكر. هذه حالات في المبيض نفس في المبيض نفس الى كان في المبيض وقع النزيف راه خاص العمليه الجراحيه بالمنظار الباطني كان مبكر قبل من المضاعفات كيمكن بداك الحقنه يتم العلاج. داكشي علاش ضروره دكتور يعني اكدتي على داك الاسبوع اللي فات على اساس انه المراه ملي تحمل ضروري تعرف راسها حامله دير فحص ودير كشف بالصدى باش واخا مثلا دير تحليل ديال الدم او تحليل ديال البول بان حاملين كتعرف راسها بان حامل ولكن ما كتعرفش بان حامل في الرحم ولا خارج الرحم. كيف كيبقى داك الكشف بالصدى اللي كورا فيه الاولانيه كتبين بانه الحمل راه في الرحم فكنطمئنوا بانه في الرحم. وكما قلت سابقا في الاسبوع الماضي بان كنقدروا في نفس الوقت ناكدوا التاريخ ديال الحمل لان كاين الاباضه المبكره والاباضه المتاخره. فبعض المرات كنديروا الكشف بالصدى وكنصيبوا بان ما باينش الكيس ديال الحمل كنظنوا بانه يمكن حمل خارج الرحم. اذا ما كانش اعراض نزيف او الام فكيخصنا نقوموا بكشف بصدى بعد واحد الاسبوع ولا اسبوعين باش نشوفوا واش الكيس هذا يبان في الرحم او ما يبانش في الرحم. هذه في الحاله اللي كيكون الكيس ما بيناش خارج الرحم، يكون غير ما بينش الرحم وما بينش خارج الرحم. الا بان في خارج الرحم ما عندناش ننتظروا التشخيص ديال انه الحمل خارج الرحم باين. اذا كان التشخيص ما باينش فكيبقى احتمالين، اما انه حمل يعني السن ديالو اصغر داكشي علاش مازال ما باينش في الرحم فكتكون الاباضه كانت متاخره، او كيكون الحمل خارج الرحم فكنقوموا بكشف الصدام بعد اسبوع او اسبوعين. اذا بان بانه الحمل بان في الرحم راه ارتاحينا بانه الحمل في الرحم ما كاينش مشكل. اذا تاكد بانه ما كاينش في الرحم يكون فهو خارج الرحم كنخلو داك الساعات نديروا الفحوصات الضروريه باش نتاكدوا منه، وما ربما ذوك الفحوصات كنمشي حتى للجراحه بالمنظار الباطني باش كنتاكدوا. وفي هذاك الحاله كنديروا الاستئصال ديال ذاك الحمل اللي هو في القناه. غالبا الاحيان كيكون في قناه الفالوب، ولكن بعض الاحيان كيكون في المبيض او حتى في غشاء البطن الداخلي كتسمى لا غروسيس ابدومينال اللي كتقدر تطور الشهور حتى الشهر السادس والسابع وهو خارج الرحم. هذه حالات ماشي مستحسن انه المراه تعرفها قبل وتعالجها قبل باش يعني ما تبقاش مضاعفات بعد ذلك. وبالنسبه للمشكل ديال يعني كاين بعض السيدات اللي ربما مثلا داروا عمليه وزولوا داك الفيبغوم داك الورم اللي فيه، وكاين اللي يعني حملوا وعندهم هذاك الورم اللي فيه، وفين كتشكل يعني خطوره ولا مضاعفات على داك الحمل؟ لانه كنسمعوا لانه لربما هذاك الورم اللي فيه يعني يبقى يكبر مع الجنين في الشهر الثامن ممكن على انه يسبب اجهاض مثلا. كثير من النساء لا في الشهر الثامن ما يسببش اجهاض. لا الاجهاض يقدر يسببه في الاشهر الاولى. كثير من النساء كيجيو عندنا ما عارفينش بان عندهم اورام ليفيه هذه فيبرون في الرحم ديالهم،
وكيكونوا حملوا وكنكتشفوا بانه ملي كنديروا الكشف بالصدى على الحمل ديالهم كنصيبوا بان عندهم اورام ليفيه. هذيك الاورام ليفيه ما كتشكلش دائما مشكل الا كانت صغيره والتموقع ديالها بعيد على الجوف ديال الرحيم وبعيد على الحوض ما كتشكلش مشكل. هي كتكبر غادي الحجم ديالها غادي يرتفع مع الحمل طبيعه الحال، ولكن ما كتشكلش دائما مشكل. فاش تشكل مشكل وهم الا كانت في الجوف ديال الرحيم كتقدر على حسب التموقع ديالو فين كاين يقدر يؤدي الاجهاض. الا كانت في سابقه في الحوض يعني التموقع ديالها سابق في الحوض الجنين كيقدر يؤدي في اخر الحمل انه كيولي عائق على الولاده الطبيعيه من المساليك الجنسيه. ففي هذه الحالات لان كيكون الحجم ديال الورم كبير وما كيخليش الراس ديال الجنين ينزل للحوض فكتكون الحل في هذه الحاله هذه وهو الولاده بالجراحه القيصريه. واخا غادي نمشيو للمضاعفات يعني ديال الحمل بالنسبه لبعض السيدات. غادي نبداو مثلا بالنسبه للمراه الحامل اللي هي مريضه ديال مرض السكري. كاين حالتين، كاين المراه اللي مريضه بدا السكري تطرقنا لها الاسبوع الماضي انه كيخص يكون عندها توازن في 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 مرض السكري ديالها 3 شهور قبل ما تحمل وملي تحمل الحمل كامل وبالحقن ديال الانسولين ما كيبقاش الاقراص من العلاج ديال في اثناء الحمل كيولي الحقن ديال الانسولين. هذه المراه اللي هي عندها وطرقنا لها الاسبوع الماضي اللي عندها داء السكري مريضه به. كاين حالات ديال داء السكري ديال الحمل ففي الغالب كيبان لنا في الشهر ابتداء من الشهر الخامس ولكن اغلب الاحيان ابتداء من الشهر السادس. علاش في الشهر السادس كنجريو داك التحليل اللي قلت قبيله ديال انه ما كنديروش غير تحليل ديال السكر والمراه ما فاطراش، كنديروا تحليل ديال السكر والمراه ما فاطراش ومن بعد تتناول داك الجرعه ديال واحد 75 غرام ديال السكر بعد ساعه وساعتين كنعاودوا التحليله وكتبين لنا واش عندها هذاك الداء السكري للحمل او لا. إذا كان داء السكري للحمل عند المرأة فمن ضروري أنه تعمل حمية باش يكون عندها توازن في السكر. والحمية راه هي عندها خاصها تنقص من السكريات. السكريات بزاف ديال الناس كيطولوا ملي كالسكريات ينقص غير السكر الخبز السكريات ومشتقات ديال العجائن كلها سكريات والروز سكريات والذرة سكريات وال البطاطا حتى هي سكريات لأن أي مأكولات فيها لاميدون لاميدون راه كيولي سكر. فالمرأة ملي كتخصها تعمل الحمية كيخصها تنقص من السكريات ماشي غير من السكر، كتعمل هي أتاي مسوس وصافي راه ارتاحت. لا يخص لا بدا من الحمية وحتى من كثرة الأكل يعني ما خصهاش تكون كثيرة يعني خص الوقاية أحسن العلاج من المرأة الحامل ما تاخذش الوزن كثير. المنصوح به هو ما تفوتش كيلو في الشهر يعني في الحمل إجمالا ما تفوتش 8 حتى 10 كيلو. فأي مرأة خدات أكثر من هذا القدر ديال الكيلوات في الحمل ديالها إلا بأن السبب واحد كتاكل أكثر من القياس وخطأ راه تكلمنا عليها الأسبوع الماضي بأن المرأة ما خصهاش تاكل ماكل جوج ماشي خصها تاكل أكل ديال شخص واحد ودوك السعرة الحرارية ديال المأكولات خصها تكون بالقياس اللي كتحتاجو الذات ديالها ماشي أكثر لأن كل زائد فائض على الاحتياجات ديال الجسم يمشي كيتخزن وكيولي داك الساعات الوزن كيتزاد. فالمرأة اللي دارت الاحتياط في 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 الوزن ديالها كتكون عندها مشاكل اقل من المرأة اللي كتولي غير كتزيد في الكيلوات كل شهر. يعني كاين سكري ديال الحمل يعني في الفطر هذاك السكري ديال الحمل كما قلنا اول علاج ديالو كيكون بالحمية. فاذا كانت الحمية كافية كتبقى غير المراقبة تتبع الحمل. كانت الحميه ما كافياش لانه عندها نقولوا كان حاد اكثر فكنضطروا انه كتبع مع الطبيب الاختصاصي في داء السكري والغدد باش كيعملها كيعالجها كيعطيها تعمل العلاج كذلك بالحقنه ديال الانسولين. الحميه والحقنه ديال الانسولين باش يكون التوازن ديال السكر عندها الضروري سلامتها وسلامه الجنين ديالها. الاقصى ما يقدر يوقع مع داء السكري قبل الحمل او داء السكري كيجي من الحمل وهو من المضاعفات ديالو انه لا قدر الله يقدر توقع وفاه ديال الجنين. فالمراه الا كانت واعيه بهذا المشكل هذا احسن العلاج يعني الى عالج اللهم ما تاخذش السكريات
وتعالج نفسها وداك الجنين ديالها تكسبو انه يكون مولود ان شاء الله بسلامه، ولا لا قدر الله يوقع وفاه ديالو في اقصى الحالات. فالوقايه احسن من العلاج، واللي تبع الامور مزيان ودار العلاج مزيان ما كتكونش هذيك المضاعفات اللي ما كنتمناوش. نمشيو بالنسبه للمضاعفات ديال الحمل بالنسبه للنساء اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم كاين اللي كيكونوا مصابات بارتفاع ضغط الدم اوليا، عايشين معاه متبعين الامور، هذاك مشكل بوحده. كتبقى كتاخذ العلاج ديالها ديال اللي كانت كتاخذ، الا كان الادويه اللي كانت كتناولهم قبل من الحمل غير ملائمه للحمل، كانت الطبيب اللي كيكون مقابلها على فتره الحمل كيغير لها الادويه بالادويه اللي هي ملائمه مع الحمل، حيت كاين ادويه اللي ما صالحاش مع الحمل، كاين ادويه فكتغير بعلاج ملائم مع الحمل، كتاخذ ادويه ديال ارتفاع الضغط الدم اللي هي ملائمه للحمل، وكتمشي الامور عندها عاده ما فيهاش اشكال كبير الى كنا متمكنين بالتوازن ديال ضغط الدم. كاين الحالات الاخرى اللي كتجي اغلبيه الاحيان تقريبا 15% ديال النساء عند المراه اللي كيكون اول حمل عندها، او كيكون عندها مثلا الحمل بتوامين، يقدر السبب ما معروفش بالضبط، ولكن كاين كنقولوا غالب عند هادو اللي اول حامل او حمل توامين او عندهم مشاكل اخرى منهم السكري ديال الحمل، او اللي عندهم داء السكري كيكون معرضه اكثر باش يديروا هذا التسمم الحمل توكسيمي جرافيديك اللي كيكون فيها ارتفاع ضغط الدم، واللي كيبان في الغالب ابتداء من الشهر الخامس ولا اكثر ابتداء من الشهر السادس الى الاشهر الاخيره من الحمل. فهذا ارتفاع ضغط الدم كتصاحبه في الحالات اللي كتطور انتفاخ ديال بالاخص الارجل الساقين، كيقدر يصاحبه كذلك في البول اللي كنديروا التحيه كنصيبوا كاين البروتين في البول اللي تطرقنا له قبيله، اللي عاده عند المراه اللي ما عندهاش مشكل يكون البروتين ما كاينش في البول بواحد النسبه قليله، اللي كيرتفع النسبه ديالو يكون علامه من العلامات ديال الاصابه بهذا التسمم الحمل توكسيمي جرافيديك. كاين كذلك الاسيد يوريك يقدر يطلع من التحاليل اللي كنجزو. كتبقى المراقبه ديال هذا الحمل هذا ملي كيوقع هذا المشكل هذا مهمه، والمتابعه ديال العلاج مهمه، والراحه مهمه، حيت حتى التعب كثير يكون عامل من العوامل اللي كتعطي مضاعفات اكثر، لان اقصى ما يوقع فيها الله يحفظ وهو الليكلامبسي، وهو ما كتدخل في كوما، وباش تعتقد المراه كيخص جرى لا قدر الله مع ذاك الكوما، كيقدر اما الجنين يكون مازال بحياه او يقدر يموت، وما كتعرفش ذاك الا كان السن ديال الحمل مازال ما متقدمش للاشهر الاخر الشهر الاخير، يعني كانت مثلا في الشهر السابع، فكاين احتمال انه واخا تخرج الجنين يقدر ما يعيش من بعد. فالعلاج ديالها كيكون بسرعه، كيخص استخراج الجنين من الرحم ديال المراه بعمليه قيصريه باش كتوقع التوازن الاستقرار ديال الحاله في هذا، ملي كتوقع لهذ المضاعفه ديال ليكلامبسي اللي هي ما كتكون في كوما. واخا دكتور هذا اقصى 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 مضاعفه فشنو. كاين كذلك في هذا الحاله ديال ارتفاع ضغط الدم مضاعفه اخرى، ان المشيمه كتقلع من الرحم، كيوقع انيماتوم يعني الدم كيتجمع بين المشيمه والرحم وليماتوم غيترو بلاسانتير اللي كيؤدي في خلال دقائق او الوقت ديالو محسوب كيؤدي لوفاه الجنين، وكيبقى العلاج ديالو كذلك حتى هو باش تعتق المراه هو باجراء عمليه قيصريه باستعجال. كذلك تغير في التجمد ديال الدم كنسميو الالب سيندروم، كيوقع في التحاليل كيبينوا لنا بانه من الكبد وقعت مضاعفات اللي كيجعل انه الدم ما كيبقاش كيتجمد مزيان، وهذه كذلك من العلاج ديالها انه كيوقع الاستئصال ديال الاستخراج ديال الجنين بسرعه بعمليه قيصريه باش تستقر الوضعيه ديال المراه في هذه المضاعفات. واخا دكتور شنو هما المضاعفات اللي كتخوفوا منها بالنسبه يعني للمراه الحامل اللي هي مريضه بالقلب؟ المراه الحامل اللي هي مريضه بالقلب خصها بعدا ما تحملش حتى تكون خدات الاذن والموافقه ديال الطبيب اللي طرقنا لها الاسبوع الماضي. النساء اللي عندهم مشكل صحي قبل من الحمل يكونوا استشروا الطبيب ديالهم مثلا في الكلي او في القلب قلناها او في امراض اخرى،
اللي هي كتكون الحمل كيكون عرضه للمضاعفات الحياه ديال المراه، فهذيك خصها تكون عندها استشاره طبيه قبل ما تتباشر الحمل. فإلا مثلا المراه سمح لها الطبيب ديال القلب باش تحمل يعني واخا داك الامراض القلب اللي عندها، فكتكون المراقبه ديال الحمل ديالها تتبع ضروري طبيب القلب وطبيب امراض النساء والتوليد، تكون مشاركه يعني تفاديا يعني لاي تفاديا المضاعفات باش اي تطور كيوقع العلاج ديالو. للاسف عرفنا بزاف ديال الحالات اللي ما استشروش مع الطبيب ديال القلب ديالهم وحملوا وللاسف يعني ادت الوفاه ديالهم. اي كتقدر توقع مضاعفات لا قدر الله حتى الوفاه. نتمنوا خير الجميع ان شاء الله. انا اول مكالمه غزلان من اكادير. الو غزلان. اهلا لسنا. الو لسنا. مرحبا. عواشك مباركة. الله يبارك فيك. لعنا وعليكم. شكرا. كلشي بخير الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا غزلان. كنشكرك بزاف وكنشكر الدكتور اللي معاك. مرحبا شكرا لله. بارك الله فيك. تفضل غزلان شنو تساؤلك للدكتور؟ الله يحملك الوالدة عندنا والدي الاخت ديالي. ايه غير ملي كتوصل 7 شهور صافي كيتولد هذاك التلال اللي عندها وصافي سميتو واحد ثلاث ايام صافي تيموت. كتكون عندها ولادة مبكرة. كوش بريماتوري. هاد الحالات هادي كنا نطرقوا لها من بعد هاد نقدروا نطرقوا لها الان. هو التساؤل ديالك غزلان ياك باش ان شاء الله رحمه الله يحيي. هذا دابا غير كيوصل دابا غير 7 شهور صافي كي هاد الحالات هادي كيكون كيوقع تشنجات في الرحم الوجع للاسف انه الوجع في العقليه ديال اغلبيه الناس وهو تيكون الم في حيت التعبير على الوجع ديال الحمل تعبير يعني كيجمع جوج المسائل انه كاين تشنجات الرحم يعني لي كونتراكسيون اوتيرين يعني الرحم كتزير وتعاود ترخف بدون الم. هذه المراه ما كتعطيهاش اهميه وهي راهي هي اللي مهمه للمتابعه ديال الحمل والوقايه من هذا المشكل ديال الولاده المبكره. آه يعني واخا ما كتحش بالم وحريق خاص ان هي كتسنى حتى يكون الم. هذاك خطا انه تسنى حتى يكون الم. ماشي عادي خص ولا ديك الساعه لا الالم ماشي عادي ولكن تداك التشنجات الا كثرت بزاف راه ماشي عاديه. هو كنعبروا عليها حتى بالوجع ولكن حيت ما فيهاش الالم المراه ما كتعطيهاش قيمه وهي هذيك هي اللي كتادي الانفتاح ديال عنق الرحم. ولو وقع انفتاح مبكر ديال عنق الرحم يقدر يؤدي الولاده مبكره قبل الاوان. فيمكن هذا هي الحاله ديال هذه السيده هذه اللي كتوصل السابع وكتولد انه كتكون ما كتعطيش راحه لراسها كتباش الحمل ديالها كتباش بالادويه اللي كيوقفوا داك تشنجات الرحم اللي كيجعلوا انه الرحم ما يبقاش في العنق ديالو كينفتح باش ما تولدش ولادة مبكرة. لأن الحالات هادو كنشوفوهم كثير وبالعلاج وبالمراقبة الحمد لله الأغلبية منهم كيولدوا حتى الشهر التاسع. دكتور واش كاين فرق على أساس أنه المرأة مثلا حملات في 7 شهور يعني ولدات على 7 شهور يعني تنقولوا سباعي وبين مثلا المرأة حامل اللي في 7 شهور يعني تم إجهاض يعني مات هذاك الجنين ما كملش الحياة ديالو. دابا تقول 7 شهور 8 شهور؟ لا يعني توفى في 7 شهور يعني مثلا المراه كتحمل وكتجي حتى الشهر السابع صافي وكيموت لها الجنين. هذيك اذا كان كتوصل صفه متكرره مثلا متكرره هذيك يقدر يكون عندها اسباب في الدم ديالها اللي كتجعل داك الوفاه هذيك كنعملوا نقوموا بتحاليل باش كنشوفوا شنو هما العلاجات اللي غادي يمكن نعطيوها اثناء الحمل وكتتم داك العلاجات اذا تعطات في اثناء الحمل ومع المراقبه الدقيقه ديال الحمل توصلش كتامر مشي الامور بسلام حتى في هذه الحاله يعني التحاليل ديالها ديال 3 شهور باش ولا قبل لا هذه تحاليل خاصه هذه تحاليل خاصه كنديروها كنشوفوا واش كاين مشكل في الدم في التجمد ديال الدم اللي كيجعل انه كيعطي كيوقع تجمد في العروق ديال الحبل السري اللي كيؤدي لوفاه الجنين. فكنعطيو ادويه اللي كتجري الدم باش ما يوقعش داك التجمد وكتمر الامور بسلام الى التحاليل بينت بان عندها هذاك المشكل. فهذوك اللي كيوقع عندهم هذه الوفاه ديال الجنين في البطن اما في الخامس او في السادس او في السابع بصفه متكرره كنقوموا بتحاليل خاصه اللي بيناتنا بان ذاك السبب هو هذاك كاين علاج دواء خاص حقن كتبقى تعملهم المراه حتى كتكمل 8 شهور وكتمشي الامور بسلام. فديك الشيء التتبع ديال اي حمل كيعطي واحد الفائده كبيره انه المراه الطبيب ديالها كيبحث عن المشاكل كيدير الوقايه منها قبل ما توقع المضاعفات. لانه تتبع الحمل كل سيده وعلى حسب الحاله كل حاله بحال حالتها كل حاله بحالتها ملي كيبين بان حنا المشكل كنقدروا نعملوا تحاليل على حسب ذاك المشكل قبل ما توقع مضاعفات ديالو
باش باش لا قدر الله الا ما كانش المتابعه توقع المضاعفات وكيوقع المساله اللي ما مرغوبش فيها. ولكن ملي كيكون تتبع في اغلبيه الاحيان كنستطعوا باش تستقر الحاله وتكون النتيجه تكون نتيجه افضل ولا سليمه. بغيناك تصحح معنا واحد المعلومه. حنا كنتكلموا على يعني 7 شهور بالنسبه للجنين. واش صحيح على انه مثلا الجنين الى تزاد وهو سباعي 7 شهور احسن ما الى مثلا في 8 شهور يعني تزاد؟ هذه شائعه خاطئه جدا، ما عندها حتى شي اساس من الصحه ولا من المنطق. انت يقول لك سباعي مزيان ولكن تزاد في 8 شهور راه يعني كيقدر يتوفى ولا واش واش الثانوي قبل من الاعدادي؟ فالواحد اللي وصل للاعدادي والاخر وصل للثانوي شكون اللي كثر؟ الثانوي. واش 7 شهور اكثر من 8 شهور؟ 7 شهور اقل من 8 شهور يعني تكوين الجنين والتطور ديالو والنضج ديالو في 7 شهور ناقص على 8 شهور، 8 شهور شهر زايد. في 9 شهور راه شهر اخر زايد، يعني قد ما كان زايد كل ما زاد حتى نهار يكون افضل من نهار ناقص. فغير معقول ان نقولوا ديال 7 شهور يعيش وديال 8 شهور ما يعيش، هذا مفهوم خاطئ ولكن متداول عندنا في المجتمع للاسف، ولكن خاطئ جدا يعني طبيا ما عنده حتى شي اساس من الصحه. بحال كذلك الحرقه، ملي كتكون عند المراه الحامل في الاشهر الاخيره في 7 شهور في 8 شهور كتجي الحرقه، كيقولوا الشعر ديال البيبي الشعر ديال الجنين كيكبر ما عندها حتى شي علاقه بالشعر. واش اللي ما كتكونش عندها الحرقه كتولدوا قرع؟ ما كيتزادوا كلهم شعرهم. فهذيك الحرقه جايه من حموضه من المعده كترجع للقرجوطه كتعطي حرقه كتعطي حرقه فكتعطيو هنا علاج اللي كيحيد ديك الحموضه باش ديك الحرقه ما كتبقاش. فما عندها حتى شي علاقه بتطور الجنين، غير هو سميتو الرحم اللي كيكبر لواحد القياس كيدفع المعده، اللي كيدفع المعده كيبقى داك سميتو السيستم اللي عندنا في المعده كيجعل من ما يبقاش الرجوع من المعده للقرجوطه، كيكون داك الزاويه ديالو كتختلف يولي كاين الرجوع ديال الحموضه من المعده للقرجوطه، ومن كيرجع داك الرجوع ديال الحموضه كتعطي داك الحرقه. واخا دكتور نواصلوا باقي المكالمات معنا. نوره من ورزازات. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اختي سناء، كي مرحبا نور، الله يبارك فيك. مرحبا. الحمد لله. كي داير الدكتور لاباس عليك؟ شكرا بارك الله فيك. مرحبا. مبروك عواشركم واخا جات متاخره شويه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك اسيدي وشكرا على هذا البرنامج كتفيدونا بزاف. مرحبا. تفضلي. بغيت نسول الدكتور الله يجازيك بخير اختي سناء. انا ديجا درت عمليه ديال استئصال الكيس من القرن ديالي من المبيض. من المبيض؟ نعم. لا من المبيض. وديك العام فاش درت انا حيت الكيس كنت حامله يلا عندي شي شهر ونص تقريبا، يلا بداني الوحم ديال الحمل في واحد البنيته. والكيس ملي مشيت عند الدكتور زعما اختصاصي ديال الولاده وداك الشيء هو اللي دار لي العمليه، قال لي راه الكيس عندك قديم ديال 5 سنين او 6 سنين. وانا فعلا ما كنتش كندير يعني شي فحوصات ولا شي حاجه قبل زعما باش نشوف. ما كنتيش دايره فحص قبل من داك الزياره هذيك؟ كندير فحص قبل، ما عمري درت شي حاجه زعما حتى لهذيك الوقيته. والحمد لله زعما البنيته درت العمليه حيدت الكيس والبنيته عاشت الحمد لله ما طرا لها والو. يعني مشى الحمل طبيعي مزيان ما كاين مشكل؟ مشى الحمل غير هي مع الدواي قوه الادويه اللي كنت كناكل وداك المسكينات ديال الالم وداك الشيء بقات ضعيفه في الصحه ديالها زعما البنيته. لما ما كاينش علاقه بين المسكينات اللي كنت كتناولي العمليه الجراحيه وانه البنيه ديالها ضعيفه، خصك تشوف مع طبيب ديال الاطفال شنو السبب ديال علاش سميتو الا عندها شهيه قليله وما كتاكلش بالكافي. الحمد لله دابا في العمر ديالها دابا 6 سنين كتقرا في الاول ابتدائي تبارك الله، ودابا الحمد لله زعما كتقرا مزيان وسمع الحمد لله بعقل الحمد لله تبارك الله، وبنيتها اللي ظريفه زعما ما فيهاش البساله ما فيهاش قوه. واش الطبيب ديال الاطفال كيقول لك بان وزنها ناقص او لا؟ حيت دابا كاين واحد عاوتاني كاين واحد النظره ديال الوالدين، كاين واحد النظره في المجتمع عندنا ان السمنه علامه صحه. الطيف اللي كيكون عادي كيحسبوه ضعيف حيت ماشي سمين، وما خصوش اللي ضعيف في الوزن العادي اعطيوه الراحه خليوه لانه وزنه عادي، لانه الا ولا سمين غادي يولي عنده مضاعفات ديال السمنه ومشاكل في الصحه. يعني الاطفال هو اللي عندنا خطا شائع في المجتمع ديالنا. المرأة دابا انا كان في المزاولة كتولد المرأة مثلا جاني الطفل يتزاد فيه 3 كيلو يقولوا مسكين ضعيف، وقلت 3 كيلو راه عادي ما ضعيفش. ملي كيخلق فيه 4 كيلو ولا 4 كيلو ونص كيقولوا تبارك الله. كيجبدوا داك تبارك الله، كل ما كان الوزن كثير كل ما داك تبارك الله كتجبد.
وتبارك الله على الجميع حتى 3 كيلو تبارك الله عليه و3 كيلو راه عاديه و4 كيلو راه سمين. فكاين هاد النظره في المجتمع خاطئه انه الوزن العادي كيحسبوه ضعف يعني والوزن الزايد كيحسبوه هو الصحه والوزن الزايد ما هوش صحه والضعف اللي هو ضعف راه كيكون باين. اما اللي عنده وزن عادي للتطبيب الاطفال قال لك بان الوزن على حسب السن والقامه وزن مزيان خليها اللهم يكون وزن عادي ولا يكون وزن كثير لانه يولي معرض للمضاعفات في الصحه ديالو في المستقبل اذا كان وزن كثير. يعني ما تربطهاش بالمضاعفات اللي عاشها يعني في الفتره الاخيره. الا هي سليمه في قرايتها وفي حركتها وفي كل شيء هذاك اعطيها الثقه. واخا فعلا اي فعلا ما تشجعهاش تزيد في الوزن تولي عندها سمنه لانك ساعات خلق لها مشكل صحي ماشي غادي تعالجها. واخا نرجعوا بالنسبه يعني فوقاش يعني كيبان على انه هاد الجنين يعني مكتمل في الاعضاء ديالو شنو الفحص اللي كما قلت الاسبوع الماضي في الشهر الثالث كنقوموا بفحص بالصدى اللي كيبين الاعضاء على حسب داك السن اللي كنقدروا نشوفوها واش عاديه ولا كاين تشوهات خلقيه. كذلك في الشهر الخامس كنقوموا بالفحص بكشف الصدى الثاني اللي كيبين الاعضاء ديال الجنين من راس ديالو حتى رجليه واش كاين شي تشوه خلقي او ما كاينش. فهي كنسميوها ليكومورفولوجيك يعني كتشوف الجميع الاعضاء ديال الجنين كتطلب واحد الوقت ديال نص ساعه ولا بعد ما تحت اكثر باش كتاكد من السلامه ديال الاعضاء. اغلبيه التشوهات الخلقيه اللي هي كبيره وواضحه كتبان كاين بعض المرات كاين شي تشوهات خلقيه بسيطه ما كتبانش. فالمهم هما هذاك اللي هما كيكونوا صعاب بحال ديال القلب بحال ديال الجهاز العصبي ديال الدماغ ديال العمود الفقري ديال اللي هي كتكون عندها واحد العواقب على الصحه ديال داك الجنين يا تزاد او انه كيكون بواحد الحاله ما كتعالجش وكتكون صعيبه. هذوك من الافضل كتعرف داك الكشف بالصدى ديال الخامس باش كتاخذ احتياطات مع المراه اللي خصها تخد. مثلا كتكون مشكل اللي خصو يتعالج مباشره من بعد الزياده كتكون مهيئ له الظروف انه ملي كيتزاد داك المولود كيكون الجراح ديال الاطفال كينتظروا باش يقوم بالعلاج ديالو باش ما تبقاش مضاعفات من بعد الولاده. فهذا هو المزيه ديال هذا الكشف بالصدى الخامس اللي كيبين واش الاعضاء للجنين سليمه عاديه او كاين تشوهات خلقيه اللي كتحتاج العلاج او اللي ما عندهاش علاج على حسب الحالات. واخا دكتور معنا ناديه من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخبارك سناء لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف بزاف اللي فيه توعيه وفيه بزاف الحوايج. بارك الله فيك. استفدوا منا. مرحبا انا. نقدر نهضر مع ايه تفضلي انت معنا مباشره تفضلي. اخبارك دكتور لاباس عليك؟ شكرا بارك الله فيك. مرحبا انا معك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك سيدي. بغيت نقول لك انا على واحد الحاله ديالي هي كان قال لي الطبيب ديالي صغار فاش كتوقع كان عندي بلاسونتا بريفيا. ماشي ما كتكون على 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 عنق الرحيم. اي وقع لك نزيف. نزيف كانت عندي ايموراجي على المده ديال عندي الحمل ديال 3 شهور. لا في 3 شهور ما كيكونش البلاسونتا بريفيا في 3 شهور كيكون كيكون التموقوع ديال المشيمه نسبيا على فم عنق الرحيم ولكن مع تطور الحمل كيبعد من عنق الرحيم وكتمشي الامور سليمه. ملي كيكون تموقع كلي على عنق الرحيم هذاك هو البلاسنتا بريفيا. التشخيص ديالو كيكون في الاشهر من الخامس من الشهر الخامس للفوق. الخامس يمكن دكتور اسمح لي انا الخامس هي هذيك كانت صافي ما كانش خاصني نتحرك نهائيا ولا الصراحه التامه وتاخذ الادويه اللي كتحبس تشنجات الرحيم باش ما يوقعش انفتاح في عنق الرحيم باش ما يوقعش النزيف الى 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 تمشي اطول المده في الحمل الى استطاع الواحد يوصل حتى الشهر التاسع كتكون افضل. وكنقوموا ديك الساعات بعمليه قيصريه باش نخرجوا الجنين لانه الى بغات ما تحاول تولد ولاده عاديه مع داك انفتاح عنق الرحيم يوقع النشيمه كتقلع من عنق الرحيم وكيوقع نزيف حاد اللي كيقدر يؤدي بالحياه ديال الجنين وديال المراه الحامل بنفسها. المراه ديك الساعه ترتاح. التشخيص ديال هذه الحاله هذه ضروري دونك تنطرق ليه في الكشوفات ديال الصدى اللي زيكون في بانه ملي كنشخصوه نعطيو النصيحه للمراه باش يكون عندها واحد الحيطه اكثر من ناحيه التعب ومن ناحيه السموم ومن ناحيه المراقبه وبان غير نزيف كتجي باش كنديروها في الراحه ونديروها بالعلاج
اللي كيحبس داك التشنجر ديال الرحيم على ما نقدروا نوصلوا اكثر مده في الحمل اللي كل ما قلنا قبيله السابع او الثامن كل ما مشى الحمل اكثر كل ما كتكون حدود باش الجنين بعد ما يتزاد كل ما قربنا لتسع شهور كل ما كيكون افضل باش كيكون الحدود ديال الجنين اكثر باش يعيش من بعد الولاده. معنا فتيحه من الرباط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فتيحه مرحبا لاله. راحتي سلام. الله يبارك فيك. مرحبا. دار دكتور ديالنا. شكرا لله. بارك الله فيك. مرحبا. بغيت نتكلم مع دكتور. اييه تفضلي. نعم تفضلي. عندي عادات شهريه كتجيني جوج مرات في العام والله وانا باقا بنت. جوج مرات في العام. كل مره هكا في العام كانت كتجيني مزيانه مده 6 سنين عندي هذا المشكل هذا. دابا هذه 6 سنين. شحال السن ديالك؟ السن ديالك العمر ديالك شحال من عام عندك؟ عندي 39 سنة. 39 سنة. مشيت لاختصاصي. قبل كانت كتجيك عادية بانتظام. كنجيني هذه 6 سنين عادية كتأخر لك بحال هكا. مشيت لاختصاصي عطاني التحاليل درتهم خرجوا لينا مزيانين. التحاليل خرجوا عاديين؟ لا خرجوا لينا مزيانين. خرجوا مزيانين؟ مزيانينش خرجوا ما خرجوا ما مزيانينش. شنو اللي خرج ما مزيانينش فيهم؟ شنو هما التحاليل بعدا؟ شنو هما التحاليل وشنو اللي ما مزيانش فيهم؟ ما عرفتش حيت التحاليل كاين بزاف ديال التحاليل. شنو هما التحاليل اللي جريتي؟ مثلا شنو قال لك الطبيب فاش شاف التحاليل؟ هو التحاليل قال لي يعني مشات عليه. دونك كاين هاد الحالات كيوقعوا ديال يأس المحيض تطرقنا له في واحد الحلقه. يأس المحيض المبكر ملي كتمشي للحيض قبل 40 سنة كنسميو يأس المحيض المبكر لا مينوبوز بريكوس. إلا كان مأكد كيبقى علاج ديال يأس المحيض من الأفضل تقومي به لأنه السن ديالك مازال صغيرة 39 سنة راك ماشي مرة كبيرة بزاف فصحتك تستافد من العلاج ديال يأس المحيض بالهرمونات. افضل ملي تقول لها الهرمونات بيعوا كلشي العيات كيتخافوا من الهرمونات. كل الهرمونات عندهم واحد الفائده يعني اكثر من الاحتمالات للمضاعفات ديالهم. بالاخص ملي كتكون المراه صغيره في السن فكتستافد الذات ديالها لانه نقص الهرمونات كياثروا على الذات ديالها وهي مازال في السن مبكر. كاين بعض الحالات اللي كتمشي عليهم الدوره الشهريه بحال دابا في 25 سنه في 25 سنه ما تعملش العلاج بالهرمونات يعني صافي يعني هلكت الصحه ديالها في المستقبل. يعني ان مازال عندها الاحتمال ديال الحياه حتى السبعينات 75 عام مازال. بالنسبه للحامل مثلا وبالنسبه لهذا يعني بالنسبه الا كان مشات الحيض بهذا يأس المحيض المبكر يعني لا مينوبوز بريكوس ما كيبقاش حل بالنسبه للحمل بطبيعه الحال. غادي نختموا باخر مكالمه ما بقاش لنا الوقت. معنا فاطمه من مراكش. ولكن كما قلت العلاج ديال مهم جدا ديال الهرمونات بالنسبه للصحه ديالها. بالنسبه للصحه ديالها احسن. واخا الو للاسف مازال معنا فاطمه انقطع الخط. تحياتنا لك فاطمه. نتكلموا على المضاعفات ديال المراه الحامل اللي كتعيش يعني كتعاني من فقر الدم. نعم الو كما قلت في الحلقه الماضيه انه كنقوموا في الاول ديال من الفحوصات اللي كنقوموا بها واش كاين نقص فقر الدم او ما كاينش. المراه اللي عندها فقر الدم في الاول ديال الحمل كنعطيوها اقراص ديال الحديد لعلاج فقر الدم. والمراه اللي ما عندهاش فقر الدم كنعطيوها وقايه باش ما يوليش عندها فقر الدم في خلال الحمل ديالها. كتاخذ اقراص ديال الحديد لوقايه وديك الوقايه كتبقى الحمل كامل. فبزاف العيات بعض النساء ما كيبغيوش هذيك الاقراص من الحمل لانها كتسبب في الامساك. اللي كتسبب لهم بعض المرات في بعض لا غير في المعده ديالهم كيحسوا بشويه الالام فما كتاخذوش. كتقول لها واش كتاخذ؟ قال لك ناخذو. ولكن ملي كتعمل لها تحليله في الثامن باش قبل الوضع من الولاده كنقوموا حنا بتحاليل باش نشوفوا واش كلشي مزيان قبل الولاده باش تعرفوا المراه واش ما عندهاش فقر الدم في اخر الحمل. كتصيب عندها فقر الدم وهي مبدئيا كنتي عاطيها اقراص الحديد فكيبان بان ما كانش كتاخذهم ودكتور وكانوا كيضروني ما خديتهمش. فنصح النساء الحوامل انه ذاك اقراص الحديد ضروري تاخذهم وقايه باش في اخر الحمل ما يكونش فقر الدم لان عنده مضاعفات على المرأة أثناء الحمل وأخص بعد الولادة كيكون فيها عياء وكيكون الجنين ديالها تأثر من داك فقر الدم وكيقدر حتى الحليب ديالها كيكون إلا عندها فقر الدم كيكون الحليب
ناقص واحد اللي كيولي المولود من بعد كيف اللي كيدير رضاع كيولي عنده توافق الدم لانه الحليب اللي كيدوز له ناقص من الحديد. فالعلاج ديال فقر الدم ضروري والوقايه من فقر الدم هي ضروريه اثناء الحمل. هذه بالنسبه لفقر الدم. كذلك جاوبنا عليه في واحد السؤال قبيله ديال واحد السيده انه الولاده المبكره او احتمال الولاده المبكره لا مناز داكوش مون بريماتوري يجيو تشجن. نعود بغيت ناكد عليها لان مهمه بزاف. دوك التقلصات اللي التقلصات ديال الرحم او تشنجات ديال عضلات الرحم اللي كتؤدي للانفتاح ديال عنق الرحم. وفي الغالب عند النساء اللي كيقوموا باشغال وبتعب وكذا وسمو ومشي وبحركه كثيره فداك التقلصات او داك التشنجات ديال عضلات الرحم الا ما خدتش المراه قسط من الراحه والادويه اللي كتوقفها كيقدر يوقع انفتاح ديال عنق الرحم اللي كيقدر يؤدي لا قدر الله الولاده مبكره. وكل ما كانت ولاده مبكره كل ما كيكون خطر على الجنين. واخا دكتور المراه الحامل اللي يعني الحمد لله اللي عندها يعني متبعه الامور ديالها متبعه الحمل ديالها وصلت يعني 9 شهور شنو اللي كتفضلوا على اساس انه المراه الحامل في 9 شهور تنقص من المجهود ومن الحركه ولا العكس؟ لانه تسمعوا على انه قد ما تحركت قد ما كتسهل عمليه من الحركه ومسميتو من قبل من 9 شهور وفي 9 شهور يعني في الشهر 9 شهور الا كانت صحتها مزيانه ما عندها لا ارتفاع ضغط الدم لا تشي ما عندهاش مضاعفات هذيك لا داك الساعه تحرك تمشي ديك الساعه تمشي تقدى ديك الساعه تقضي يعني تمشى مزيان تمشي تقلب على الحويجات ديال البيبي وتمشي تدير شوبينغ وتمشي. حيت دابا كاين اللي كيقوموا بهذا الشيء قبل كيكون عنده مشكل ديال تشنجات الرحم وما خصهم الراحه يقول لك لا خصني نوجد الامور وكتمشي غير النصيحه ديال الطبيب انها خصها ترتاح خصها ترتاح في ذاك الوقيته ديال في الخامس وفي السادس وفي السابع اللي كيبدا عنق الرحم كيتفتح يخصها بدا من الراحه انه نص ديال العلاج ديال هذا المشكل ديال الولاده المبكره ديال الاحتمال الولاده المبكره نص العلاج هو الراحه نص العلاج لدرجه ان بعض المرات كنضطروا نعطيو شهاده طبيه للتوقف عن العمل النساء اللي كيكونوا كيشتغلوا نعطيهم توقف عن العمل بشهاده طبيه اللي كنقدروا نجدوها اذا حتى كتكمل المرات من شهور وتولد ما كتبقاش كاين النساء اللي كيضطروا من الشهر الخامس يبقاو غير طريح الفراش بالراحة التامة بالفراش والأدوية باش يقدروا يكمل الحمل حتى الشهر التاسع بإذن الله. شكرا لك بزاف دكتور عزيز سلامي طبيب اختصاصي في علاج أمراض النساء والتوليد ونتمنى تكونوا استفدتوا جميعا معنا بهذه النصائح الطبية اللي قدم لنا الدكتور حول تتبع الحمل ونتمنى إن شاء الله لجميع النساء الحوامل يعني الأمور تمر بسلام ويفكهم على خير ويمتعهم بالسلامة والصحة هما والمواليد ديالهم إن شاء الله. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعة والاستماع للبرنامج الملتي لكم تحيات وفاء فائز رفقتنا اليوم في الإخراج لمياء البكري وصابر فوندا في البرمجة الموسيقية وسميحة شوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.